دييغو، اللولاين إلى تيكوانا المكسيك. طبعا هذا كله بخط محلي اسمه الترولي واللولاين، الخط الأزرق. طبعا كلفة حوالي دولارين ونص بس، من تقريبا من داون تاون تبع سان دييغو لما توصل على الحدود تقريبا بالنسبة للحدود المكسيكية. طبعاً فيك تدخل مادام معك الفيزا الأمريكية بمكان تدخل على المكسيك بدون أي مشاكل تمام. وإن شاء الله حشوفكم. هذا هون هو الترولي اللي جينا فيه، وهلأ هون نحن في الحدود المكسيكية الأمريكية. وهلأ نحن رايحين على الحدود رسمياً. مثل ما شايفين كمية بشر غريبة، لأنه تقطع أصلاً مشي غير السيارات. شكل العالم ممكن عم تستنى عشان موضوع الصرف المصاري. Ricardo Félix, China, coche, mete una cerveza ahorita. ¿Cuál quiere? Ricardo Félix. طبعا بعد ما شفت شيء 3 دقائق بين الحدود. هلا نحن هون رح نبلش بالدخل للحدود المكسيكية. دخلنا الحدود المكسيكية والموضوع بسيط جدا، و ما أخذ أكثر من شي 5 دقائق تقريباً. فبس يكون معك الفيزا الأمريكية طبعاً بكون أمور سهلة. نحن هلا دخلنا جوا المكسيك تقريباً، كل الموضوع ما أخذ أكثر من 10 دقائق مع التشيكن مع الجوازات مع كل شيء. فدعونا إن شاء الله تكون رحلة موفقة، ومن الواصل يكون